بلشنا جد الزيتون طبعا في اراضينا من زي ما هم بالدعوه في اراضيهم. هذه اراضي اجدادنا واجداد اجدادنا وابياتنا، احنا ما بنتركها، تعلمنا العوايد هاي من اجدادنا ومن ابياتنا، ان شاء الله ان احنا بنعلم اولادنا واولاد اولادنا العادي هاي. ان شاء الله شايف علي ما بنموت الا غير في الارض هاي، ما بنطلعش احنا من الارض هذه الا على ضرورنا. فمن الصعب من الصعب من الصعب انه نترك الاراضي هاي ونعطيهم اياها هيك لله والوطن. هذا كيف بقولوها، عشم ابليس في الجنه. وان شاء الله اننا مرابطين في المقدس وفي فلسطين كلها ان شاء الله. ان شاء الله انه زوالهم قرب كثير ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله.